على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. العنوان الأول: الحوار المنشود. من ناحية المبدأ، المشاكل التي تعترض الأفراد أو المجموعات أو الأمم وتتداخل فيها الأطراف هي بحاجة وفقا للمنطق والعقل إلى حوار من أجل التوافق على المختلف حوله. ولذا الحوار من ناحية المبدأ ضرورة إلى البحرين للوصول إلى صيغة تحقق مصالح جميع الأطراف بدون إقصاء طرف أو انتقاص من حقوقه أو التمييز ضده. الحوار الذي يمكن أن يحقق وصول البحرين إلى نتائج إيجابية يتطلب بعض المعالم وبعض المواصفات. المعلم الأول: أن يسعى أطراف الحوار إلى إيجاد الحل وليس إلى تسجيل النقاط على سبيل المثال على بعضهم البعض، وليس لكسب الوقت من أجل أمور أخرى، وإنما من يذهب إلى طاولة حوار أو مكان حوار من المفترض أن يكون الدافع له إلى ذلك هو إيجاد حل سياسي دائم شامل عادل يحقق خروج البحرين من الواقع السلبي الذي تعيشه. إذا كانت هناك نيات أخرى عند أي طرف من الأطراف لن يكون بالإمكان الوصول إلى حل أو سيصعب عملية الوصول إلى حل، ستتعقد عملية الوصول إلى حل. النقطة الثانية: أن تمتلك الأطراف، عليكم السلام يا حجاج، الله يسلمك إن شاء الله، أن تمتلك الأطراف الموجودة على طاولة الحوار القرار القادر على إيجاد الحل، القرار القادر على إيجاد الحل، بمعنى أن الموجود عنده قدرة أن يعطي ويأخذ ويبصم يبرم. إذا كان هذا الأطراف ما عنده قدرة الحل، كما هو واقع الحال الآن مع تردد الأسرة المالكة من تمثلها وتردد تمثيل الملك بشكل واضح في الحوار، ما في أحد عند القدرة على إعطاء. المشكلة تتمثل في تغييب الشعب من صناعة القرار في بلده. إنزين، إحنا نطرح صيغة لتمثيل الشعب في القرار: انتخابات عادلة، مجلس تشريعي كامل الصلاحيات، حكومة منتخبة. من اللي يقدر يعطيك هذا؟ من هو الموجودين على طاولة الحوار يقدر يقول إيه؟ ما في أحد يقدر يقول إيه، ما في أحد يقدر يقول إيه. هذه مشكلة بالنسبة للحوار. لابد أن تتمثل الناس الذين لديهم القرارات على طاولة الحوار ويكون لهم على الأقل ممثل واضح، مو يلف وندور ونلف وندور ونقول لا هذا أنا ممثل السلطة وأنا ممثل وزارة العدل وأنا أجي أدفع عشا مالكم. كلام تهرب من، شوفوا أي حوار موجود في الدنيا الآن، الحوار التونسي إلا بيقعدون على الطاولة هم اللي يقررون. الآن شيخ راشد بيقعد على الطاولة أو ما بيقعد على الطاولة، ممثل النهضة موجود. أي حوار يمكن أن ينتج في أي بلد، حتى في اليمن على المشاكل اللي فيه، الأطراف موجودة داخل الحوار، التي تقرر موجودة داخل الحوار. إذا الأطراف مي موجودة داخل الحوار، إذا إلها ممثل فيها تعقيد والرجوع إلى صاحب القرار، إذا بعد ما إلها ممثل يتهرب من الموضوع ويلقي باللائمة على الموجودين في الحوار.
الأطراف عندها قرار الحل، والأطراف تقول مستقلة أو نفس الشيء عندها قرار الحل، بمعنى أن عدد من أطراف الحوار الموجودة اليوم ليست أطراف يعني ذات رؤية وقرار، وإنما تنتظر إشارة وزير العدل حتى تصوت معه أو تصوت ضد، تنتظر كلام وزير العدل. مؤشر آخر على عدم الحين أنت أول أعضاء الشورى والنواب، أعضاء الشورى والنواب اللي راحوا وقالوا في جلسة استثنائية اضربوا المعارضة، اعتقلوا المعارضة، قتلوا المعارضة، سكوا الحريات، سكوا، شو علاقتهم بالحوار؟ وهي أصلا جزء من مشكلة أنتوا صايرين. تمتلك الأطراف الحوار القرار في الحل، وأن تكون مستقلة، تفكر بشكل مستقل، ما تنطر تلفون ولا تنطر توجيهات، يعني ما تدار بالريموت كنترول كما قال أحد أطراف الحوار مفتخرا بذلك. ينشأ في الحوار أمور مختلفة وطبيعته مختلف، يجب التوافق على مبادئ وقيم للرجوع إليها لحل الأمور المختلف حولها أو التي تختلف حولها. على سبيل المثال عندما نختلف في توزيع الدوائر الانتخابية والمعارضة تطالب بنوع من الدوائر والحكومة والموالاة تطالب بنوع آخر من الدوائر، شو المرجعية؟ ما هي المرجعية التي نحتكم فيها لهذا الاختلاف؟ المفترض إذا احنا نريد نبحث عن حل عادل شامل دائم نقول المرجعية الإنسانية اللي وضعتها الإنسانية اليوم في تقدمها إلى هذه الصيغة، الناس تتساوى، وضعها الإسلام قبل، الناس تتساوى، إذن في الحقوق السياسية يجب أن نتساوى، نحن المواطنون يجب أن يكون لكل مواطن من عندنا نفس القدرة التصويتية. إذا لا جينا إلى مرجعية جاهلية، لا إحنا ما نريد أن تفوز المعارضة بأغلبية، ولذلك سنجعل صوت المواطن الموالي 10 و20 ضعف من أصوات المواطن المعارض. هاي مو مرجعية، هاي ليست مرجعية. يجب أن نقول الشعب مصدر السلطات كما هو في كل الدنيا وفي أي نظام سياسي اليوم. إذا جيت قلت لي لا نفرض القبيلة مرجع للسلطات، ما بنتفق. إذا نحن بحاجة إلى قيم تنتمي إلى الإنسانية، تنتمي إلى القانون الدولي، تنتمي للأعراف الدولية، من أجل أن تكون مرجعية لحل هذا الخلاف. في الحوارات تحتاج إلى تهيئة أجواء مساعدة للحوار. أجواء المساعدة للحوار في مثل حوار البحرين أن نقول للأطراف التي تتكلم وتكتب الآن إحنا في جولة حوار، هدؤوا شوي، لا تسبون المتحاورين، لا تضربون في المتحاورين، على الأقل توقف هاي الوسائل الإعلامية التي تشنج الأجواء، تعكر الأجواء، تسمم الأجواء، تخلق معارك وهمية تعقد إمكانية الحديث والحوار، فضلا عن أن أنت اللي داخل الحوار تروح تساهم فيها. يعني أنت قاعد معهم على طاولة الحوار تكتب عليهم مقال توصفهم بالخونة، أنت قاعد يوم في طاولة الحوار. بس المشكلة يمكن أنا بعد الطب الحين في نفس المشكلة، أنت تنتقد الناس اللي في الحوار، مو هم قالوا جدا، هم قالوا إحنا ريموت كنترول، إيش سوينا؟ المساعدة في أجواء الحوار في مثل البحرين، عندك 3000 معتقل تقدر تطلع 2000 معتقل، عندك رموز معتقلة لم ترتكب جريمة تقدر تطلع هالرموز المعتقلة. خل الناس تشعر بأن في فرق بين أجواء حوار وأجواء لا حوار.
الحدث بالعكس، أجواء حوار وزيادة جرعة القمع. كيف تبى الناس تثق بأن هذا الحوار يمكن أن يكون بهدف إنتاج حل؟ نقطة خامسة، أن تبتعد الأطراف عن فكرة المغالبة في الحوار وفي نتائجه. شو طرحت المعارضة؟ المعارضة إذا تبى تطرح وتتمسك تقدر تقول إحنا لازم نتمثل على طاولة الحوار بحجم تمثلنا السياسي، وتدعي بأن تمثيلها السياسي 60% 65%، وبالتالي يجب أن يكون عندنا أفراد يشكلون 65% 60% من طاولة الحوار. لو قالت المعارضة ذلك فهي محقة، بس تجعل المعارضة 8 وتجعل الطرف الآخر 21 بفكرة المغالبة، وتحاول بالرغم من أن الفكرة الحوار كلها تقوم على أساس التوافق، وتحاول في كثير من الأحيان تقول بس هذا ثلاثة أطراف وافقت، ثلاثة أطراف معروفة، واحد 3-in-1، فتحاول أن تغالب في تمثيلك في عددك، وتحاول تأخذ الرئاسة وتأخذ التغطية الإعلامية والتعبير الرسمي عن الحوار وتأخذ كل شيء. هذه مغالبة، أنت مو قاعد. روح المغالبة هي ليست روح حوارية، وإذا بتروح بعد بالنتائج بتحاول تفرضها بروح المغالبة وتطبيقها بروح المغالبة، أنت ما قاعد تحل المشكلة، ما قاعد تنتقل من عقلية السيطرة والهيمنة والفرض إلى عقلية أخرى. هي المشكلة جزء من المشكلة هذه العقلية في التعاطي مع الناس. إذا تريد داخل الحوار ثبتها، وعلى نتائج الحوار ثبتها، أي مشكلة في كل مرحلة. شو مشكلة التقرير بسيوني؟ أحد مشاكل التقرير بسيوني في التطبيق، إجت السلطة قالت أنا راح أطبق التقرير بسيوني. التقرير بسيوني ما يقول أنتين تطبقينه، تقول في لجنة متساوية الأطراف الطبقة من المعارضة من الحكومة من المجتمع المدني، يعني عددا متساوية صلاحية متساوية حتى يصير في توازن في التطبيق. اجي تعين لك 21 ثلاثة منهم من المعارضة محسوبين على المعارضة، ولما تتحرج تقول يلا جيبوا بعد 2 زيادة. شو هالكلام؟ هذه روح المغالبة هي المشكلة، روح الاستفراد. هاي الشعب ضاج كله لأن انت مهمشنا، لأن ما انت معتبر إليه وزن. فتيجي في الحوار تتمارس أو تتقمص نفس الروح. بعد 7 أشهر من الحوار وحوار سابق فاشل، و7 أشهر من الفشل في الحوار، كانت الفكرة مطروحة من قبل، والآن هي مطروحة في اليمن ومطروحة في سوريا ومطروحة في كل مكان، أن تكون هناك مساعدة من أطراف محايدة أممية تحل هالمشاكل التي تعترض مثل هذه الحوارات. صحيح اللي بنتحاور إحنا في البحرين، بس في خبراء لحل النزاعات. الحين احنا في البحرين ما قادرين نحل مشكلاتنا، في خبراء لحل النزاعات. الأمم المتحدة عندها مكتب للمساعدة في حل النزاعات التي مثل التي نعيش في البحرين. إذا احنا صادقين شو العيب ان نستعين بالأمم؟ احسن هاي الواقع، يعني من واقع ان يقال ان الأمم المتحدة ساعدت البحرين كما تساعد اليمن كما ستساعد سوريا في إيجاد حل. شو المشكلة؟ هذا مؤشر بأن أنت مش راغب في الحال، تعطي مؤشر بأن أنت مو جاد، لا تريد أحد مستقل ينظر إلى سلوكك في أثناء الحوار ونتائج الحوار وتطبيق الحوار. في مثل هذه الحوارات يجب أن نعرف جميعا بأن نحن نتحاور في شيء اسمه الشأن العام، ومن يملك القرار في الشأن العام هو الشعب. ولذا كان من المفترض أن نسلم بدون جدل بأن كل هذا الحوار يجب أن يفضي إلى الرجوع إلى الشعب من أجل أخذ رأيه في نتائج هذا الحوار. في استفتاء في جنوب أفريقيا، في استفتاء في إيرلندا، في استفتاءات في مكانات أخرى، أو في برلمانات حقيقية
تقوم بهذا الدور موكلة إلى قيام بهذا الدور. مجالس التأسيسية يقوم الشعب ينتخب مجلس تأسيسي للنظر في الدستور ويفوضى. إذا ما صار كذي، إذا ما صار انتخب مجلس تأسيسي، لازم يجي فكرة الاستفتاء، لأن الشعب صاحب السلطات، هو مصدر السلطات. أستطيع أن أدعي بأن المعارضة تعاملت بإيجابية مع كل النقاط السابقة، بينما عمل الحكم بشكل معاكس في كثير من هذه النقاط، مما أدى إلى خلاصة بأن النظام والحكم لم يكن مستعد، أو كان رافضاً، أو كان يستبطن عدم إنتاج حل سياسي، وإنما اضطر إلى هذا الحوار اضطرارا، وأدار عملية الحوار بطريقة تسمح باستمرار الحملة الأمنية والقمع الأمني إلى الشعب كما كان قبل الحوار. استمر في أثناء الحوار وزاد أيضا وفقا إلى أرقام عدد مداهمات البيوت التي تجاوزت 2000 منزل، واعتقال أكثر من 1000 مواطن، واستمرار حالات بوتيرة متزايدة من التعذيب، ومحاكمة أكثر من 500 مواطن أحكام ظالمة قاسية. كل هذه مؤشرات بأن النظام لم يكن يفكر بعقلية الحل بقدر ما يفكر بعقلية الاضطرار التي أدخل فيها الحوار واستمر في عملية القمع. المعارضة منفتحة على أي أفكار جدية لإيجاد حل سياسي دائم وشامل وعادل يحقق مصالح جميع البحرينيين بدون إقصاء أو تمييز. الموضوع الثاني، هدم متحف الثورة. متحف الثورة هو عمل فني لا يمكن وصمه بأنه عمل عنف، ولا يمكن وصمه بأنه عمل تخريب، ولا يمكن وصمه بأنه مؤامرة مع دولة أجنبية، ولا يمكن وصمه بأنه عمل طائفي. التهم الجاهزة المعلبة، هذا العمل ما يمكن وصمه لا في أحد في الشارع، لحتى حامل ورود بعد تتهمونه بأنه قاعد يمارس عمل تخريبي، حتى هذا ما في أحد، يعني ما في أحد يمشي. كلها مبنى بسيط صغير في كم غرفة مفضية حق القيام ببعض الأعمال الفنية. هاي الأعمال الفنية وشو هي؟ هذه الأعمال الفنية تقرير بسوني في كام؟ في تقريبا 500 صفحة. هذه الأعمال الفنية ما تتجاوز 10 صفحات من تقرير بسوني، ما تتجاوز 10 صفحات من تقرير بسوني، ولم ترصد من الانتهاكات إلا الانتهاكات الرئيسية التي وثقها بسوني. اعترف الحين هدم المساجد، بعد بتشدبون ما هدمتون المساجد، قبل كذبتون قلتون ما هدمنا المساجد، وحين بسيوني قال هدمتون وقلنا هدمتون واعترفتون وقلنا بنبني المساجد. لما يجون يحطون شكل كرين هدمت مسجد وكتاب الله موجود متلف والأدعية وترب، شو هذا؟ ويش في هذا؟ ويش في هذا اللي قاله بسيوني؟ هذا اللي قالوا لكم في جنيف دول والمنظمات، هذا اللي قالت آلاف التقارير الحقوقية من كبريات منظمات حقوق الإنسان. ما في شيء جديد. استخدام الغازات الخانقة هذا مو قصة، يعني كان في صحفي قدير متخفي راح صور استخدام الغازات. استخدام الغازات يتم ليليا في 40 منطقة على الأقل، البارحة في 40 منطقة فيها استخدام مفرط للغازات، الغاز المسيل للدموع بعد كل التوصيات الموجودة فيه، لا تضربونا في البيوت، لا تضربونا في مكانات ضيقة، لا تضربونا في كذا، استخدموا ويستخدم من أجل المتظاهرين في مكان التظاهر مالهم. هذا أنت تترمون مثل الشسمة الألعاب النارية. وثائق الفيديو مشحون، تقرير مسيوني فيه، تقارير المنظمات الدولية فيها. فلما يصورون غرفتين فيهم غاز يحطون كذي دخان يطلعون يقولوا هذا غاز، ويجيبون عبوات المفلت منها يعني مئات الآلاف موجودة في شوارع البحرين، يجيبون لايمون كم قرشة ويحطونها مخلفات الغاز. شو القصة عندك؟ ما يكون في شيء أكثر.
ما في شيء أكثر. وهذه الطفلة ماتت من الغاز، وهذه المرأة مقعدة ماتت من الغاز موثق، وهذا الرجال مات من الغاز موثق. هذه القصص الموجودة. حطوا واحد في غرفة سموها غرفة التعذيب، ظهره مشلخ وتحته مسامير وعليه صعب كهرباء، بس يوني قال صعب كهرباء وضرب بالألواح وبالهواز وبالحدايد، وقال الوقوف ساعات طويلة والحرمان من النوم والاغتصاب، وقال هذا مو منهج، يعني مو حالة واحدة. شو مضايقينكم من واحد جسم مجسم؟ هك الصور مليانة، مو من علي صغر وعبد الكريم فخراوي. الصور اليوم إلى اليوم تنتجون، انتم صور تنتجون صور أفضع من الموجود في هذا، أفضع من الموجود. فتقرير أو متحف الثورة هو عبارة عن توثيق وتجسيد بسيط إلى ما كتب السيد بسيوني وتوصياته، توصيات جنيف وتقرير المنظمات الدولية. وليس حديث معارضة، وليس حديث معارضة. فما ورد في تقرير السيد بسيوني وما ورد في توصيات جنيف وما ورد في مئات التقارير التي أصدرتها المنظمات الدولية الكبرى في العالم المرموقة يفوق ما جسد الشباب بمئات المرات، يفوق ما جسد الشباب. يلا الآن عندكم هاي المهمة، عليكم أن تبحثون عن كل نسخة من تقرير بسيوني وتهدمونها وتحرقونها، وكل نسخة من تقارير أمنستي انترناشنال وتهدمونها وتحرقونها، وكل نسخة من كلام نافي بيلاي والمنظمات الدولية وتحرقونها. وين هاي طريق حتى يتحقق حلم ما يمكن تحققه، إزالة ما حدث من الذهنية البحرينية والعربية والدولية. ما في إمكانية، ما فعلتوه يا جماعة لن يزول من التاريخ، وصمة عار ما تزول، شيء خلاص ما يمكن إزالته. أفضل ما يمكن أن تقدم اعتذار صريح وواضح، وتقدم المسؤولين لمحاكمات عادلة، وتفتح صفحة جديدة على إيقاع حل سياسي حقيقي. هذا الطريق ذاك ما بيزول، هذا الطريق لتجاوزه ولفتح أفق جديد. هذه المحاولات عبثية، هذه المحاولات عبثية. لتعلموا زاوية أخرى، هذا المبنى البسيط الموجود فيه 5-6 غرف إلى تجسيد هذا الانتهاكات، صدقوني إن كل ذهنية بحرينية ومن كل الطوائف أصبحت مليئة بهذه الصور التي لا تزول. كلنا شاهدنا، كلنا البحرينيين وكل العالم المهتم شاهد آثار التعذيب وصياط التعذيب على جسد الشهداء وأجساد الضحايا، ما تزول، ما في إمكانية، ما بتزول. سوينا لها 100 معرض أو هدمنا 100 معرض، ما تزول. كل الدنيا عرفت بأن نظام البحرين هدم المساجد، ما يزول، لا يمكن إزالة هذا الأمر، ما يمكن، ثابت خلاص وسينتقل عبر الأجيال. أول يجي الأب يقول قصة إن إحنا في العشرينات أو في الثلاثينات عمل فينا كذي، فيتناقلها الأجيال، فتتناقلها جيل بعد جيل، يقول سمعت من أبوي سمعت من جدي. اليوم في توثيق، في فيديو، في صورة، في شهادات. رسالة المتحف وصلت عبر تقرير السيد بسيوني، ووصلت عبر المتحف، ووصلت عبر طرق مختلفة، وستبقى لا يمكن إزالتها. النقطة الثالثة في حديثنا تدهور صحة الأستاذ عبد الوهاب حسين، فرج الله عنه وعن سائر إخوانه المعتقلين. النقطة الأولى
حالة الإهمال المتعمد لعلاج المصابين وعلاج المرضى في سجون البحرين حالة موثقة وثابتة، ذهب ضحيتها عدد من الشهداء بالنسبة إلى أرواحهم، ليس أولهم الشيخ علي النجاس رحمة الله تعالى عليه، ونأمل أن يكون آخرهم النشمي الذي توفى نتيجة للإهمال، مرورا بمحمد مشامع وعدد لا يحصى من الشهداء، وعدد كبير من الشهداء الذين قضوا نتيجة للإهمال الطبي وعدم توفير العلاج المناسب في الوقت المناسب. ومعروف الاكتفاء في الغالب بمراجعة يعني مستوصف القلعة، ومعروف العلاج هو عبارة عن مسكنات تعطى إلى الذي يعني يعاني من المرض ويدعي المرض. الشهداء عددهم يمكن يعني لا ما عندي إحصاء للشهداء الذين سقطوا نتيجة للإهمال فما بقول، ولكن في الجانب الآخر هناك مئات من المواطنين إذا لم يصلوا إلى الآلاف الذين عانوا من أمراض وتطورت هذه الأمراض إلى أمراض مزمنة نتيجة إلى ظروف الاعتقال. في أشياء تصير فاقعة فتنحفظ، مثل شهادة الشيخ النجاس، وفي أشياء ما تقدر توضحها بنفس الصورة، مثل هالكلام اللي حين أقوله. إحنا كم يعني الناس اللي دخلت المعتقل في البحرين هو طبعا أكبر شعب دخل بنسبة في السجن، إحنا شعب البحرين لقضايا سياسية أكبر شعب على الإطلاق، مو تقول يعني في احتمال، ما في أحد يقاربنا، ما في أحد يقاربنا، نسبة اللي دخلنا السجن شيء يعني شيء غير ما في كل بلد ذكرونا ما في. أنا الآن خليني أكون دقيق شوي، ما أعرف ظروف الشعب الفلسطيني نسبة من دخل المعتقل قياسا بعدد السكان تحت الاحتلال الإسرائيلي، غير هذا النموذج ما في أحد يقاربنا، ما في أحد يقاربنا. عملت هذا الإحصاء مرة في حفل في شو اسمه في سار، وممكن الآن أن نعمل الإحصاء، يمكن صاحب هذه الكاميرا أيضا يلف بعدد الإحصاء. إذا قلنا من دخل المعتقل نتيجة إلى قضية سياسية في يوم من الأيام، لا دخل المعتقل في قضية سياسية يرفع إيده، أنا برفع إيدي أول واحد، وهذا اللي في الكاميرا يشوف، لو زين هذا حميد يلف في الكاميرا يشوف الناس اللي شو اسمه في حشد عادي جدا جاي لصلاة الجماعة، حشد جاي لصلاة الجماعة مو جاي إلى بعد معارضة سياسية، ما في في العالم هذه النسبة، ما في في العالم هذه النسبة، ما يمكن، ليس في العالم هذه النسبة. أروح في مجلس في بني جمرة، في المجلس تقريبا 15 واحد 16 واحد، أقول له من هو دخل منكم المعتقل؟ 11 واحد يقول إحنا دخلنا المعتقل، وبين شهر وبين 10 سنوات وبين مرة وبين 4-5 مرات، سبحان الله. ومو تقول صغير وكبير، مو تقول صغير وكبير، الآن أجداد جد داخل المعتقل، والأب داخل المعتقل، والابن داخل المعتقل، والحفيد ينتظر دوره، سبحان الله. يعني استمرار هذا العدد الكبير من المواطنين مع هذا الإهمال، كثير منهم طلع ولا ما يشوف، ولا عنده مشاكل في الكلى، ولا عنده مشاكل في الرئة، ولا عنده مشاكل في شو اسمه، ويمشي بيها وتمشي الزمن، ما يقول بعد شو خلص. فآلاف أو مئات من المواطنين تضرروا بأمراض مزمنة نتيجة إلى فقدانهم للعلاج المناسب في الوقت المناسب في المعتقلات. الأستاذ عبد الوهاب حسين فرج الله عنه مناضل في 60 من العمر، كان يعاني من مشاكل صحية قبل الاعتقال، كنا نعرف المشكلة الرئيسية
اللي كان يعاني منها الأستاذ عبد الوهاب حسين، هي إصابة الجهاز العصبي بنوع من المرض النادر. أسبابه ما نعرف، حتى ما نتبلى نقول معارضة، أسبابه ما نعرف، هل هو تسمم في الاعتقال الأول، هل هو حالة طبيعية، حالة وراثية، ما استطعنا نعالجه هني في البحرين، قاعد في مستشفى السلمانية، قاعد في الأطباء، قاعد في الكذا، ما قدرنا نعالجه، فاضطر إلى العلاج في الخارج، وتحسنت حالته في العلاج في الخارج تحت أطباء اختصاصيين. الآن هذا المرض مجددا، آثار هذا المرض قاعدة تعود بالتدريج للأستاذ عبد الوهاب، وآثار هذا المرض يشعر بتنمل في الأطراف، اليدين والرجلين، وأيضا جزء من الرقبة والرأس. كان يقول أنا أتعب، قبل هالأحداث، قبل 2007 قال يقول أتعب، أول أنا أشتغل، هو كذي يا أستاذ، أشتغل 18 ساعة وأقدر أشتغل 6-7 ساعات متواصلة، يعني أقفل علي الغرفة، عنده غرفة فوق، يعني ما أقفلها بس أروح الغرفة فوق وأنسى روحي 7 ساعات أشتغل. وطبيعته يقرأ وينسى نفسه، يقول الحين ما أقدر أقعد أكثر من ساعتين إذا صار ذيك الأيام أيام المرض. الحمد لله راح وتعالج، وإلى درجة كبيرة تعافى من هذه المشكلة. المشكلة تعود مجددا. المشكلة الثانية التي، وهذه مشاكل نقلها لي الأستاذ علي، أخ الأستاذ عبد الوهاب فرج الله عنه، المشكلة الثانية مشكلة في النظر، المائل الأبيض، العنوان الموجود للمشكلة المائل الأبيض. أجريت عملية للمائل الأبيض في العين اليسرى، بحسب نقل الأستاذ علي لم تكلل بالنجاح، بمعنى أن الأستاذ يقول أشوف قليل جدا من العيون اللي سويت فيها عملية. نفس المشكلة المائل الأبيض في العين الثانية، العين اليمنى، موجود. المشكلة الثالثة انخفاض نسبة الدم الـ HB في الدم بين 6 إلى 8.5، وهذه النسبة لازم تكون في حدود 12 إلى 14، وكل ما حاولوا يرفعونها بحسب الكلام ما قادرين يرفعونها، ما قاعدة ترتفع عن 8.5. هاي الكلام في الشهر الأخير، ما ترتفع عن 8.5. 6 يعني الواحد يدخل في حالة إغماء، أيضا نقلا عن علي ما رجعت على الأطباء في هالمعنى، سأعرف أنه يعني النسب لما تنخفض يوصل في حالات خطيرة إذا انخفضت هذه النسبة في الدم، بس ما عندي الدقة في الموضوع. الأستاذ عبد الوهاب عنده نقص خميرة، تعرفون البحرينيين، نقص الخميرة مع سوء تغذية مع وضع صحي. الآن الأستاذ عبد الوهاب ينقل أنه تحول من نقص الخميرة إلى السكلر، وتعرفون بعد السكلر مشاكله لا تتوفر. هذه المعلومات منقولة من الأهل بناء على طلبهم وطلب عدد من القيادات، لما يسألون عن حال الأستاذ عبد الوهاب وش حال الصحي وكذا كذا، ف هو سعد الله بتعرفون ايش قد يعني عنود، وايش قد في ابسط الاشياء. قال انا ما بشغل الراي العام بوضع الصحي، بس تموت انت وما تشغل الراي العام بالوضع الصحي، بس هذا سعد عبد الله. فتحت لحاح اهله، اضطر انه يقول هذا الكلام. مصدر الاخر من معاه ابراهيم شريف، دكتور عبد الجليل السنقيس وغيرهم، يقولون ترى حاله سعد عبد الوهاب تدهور، أستاذ عبد الوهاب حالته تدهور. زين، لما يروح المستشفى إلى العلاج ما يعرف من يعالجه، ولا يعطى أسباب الأمراض اللي هي فيه ونتائجها وش المترتب عليها. هاي مريض، هذا الآن لما يجي حالة مرضية ما عاد سجين وعندك خلاف سياسي معه، هاي مريض. المريض يجب أن يتوفر للرعاية الصحية الكاملة كمريض، كمريض. المطلوب مسألة بسيطة جداً،
المطلوب الأول، مطلوب الأول والإفراج عن أستاذ عبد الوهاب، لأن ببساطة أستاذ عبد الوهاب أستاذ حسن ومجموعة 13 أو مجموعة 21 كلها موضوع سياسي. ليش تطالبون بالجمهورية؟ قلتون سلمية ما قلتون سلمية، ليش تطالبون بالجمهورية؟ ما أخذكم نعتقلكم. هلا نقطع على السطر، اضطهاد سياسي قالت نافي بيلاي، اضطهاد سياسي. كل الوزارات الخارجية عبرت عن خيبة أملها في هذه المحاكمة، كل المنظمات الدولية عبرت عن رفضها للمحاكمة وأطلقت أوصاف أخرى من اليوم الأسود واليوم مدري شنو والنكبة. هذا المفروض يكونون خارج المعتقل. عندك خلاف سياسي وياهم، ما عندك خلاف سياسي وياهم، سياسة تختلف مع سياسة. مثل ما قال واحد الحين هذين ما عندهم إمكانيات ومفلسين، ولما جاءوا الأولاد قالوا يبون يسوون معرض، قالوا لهم ما عندنا إمكانيات، ما عندنا مكان ولا عندنا فلوس، قالوا احنا بنشتغل بيدنا. راحوا اشتغلوا في ايدهم في مقر القفول. انت عندك امكانيات سوي لك معرض ثاني، قول هاي جرائم الوفاق وانت ما مقصر، وهاي جرائم المتظاهرين والمطالبين سوي لك معرض. عندك خلاف سياسي مع هؤلاء الأحبة، ناجزهم سياسيا، لكن ما في داعي إلى ظلمهم واعتقالهم. المطلوب الحالي الفوري في ناحية العلاج، وهي قضية بعيدة عن الصراع السياسي وهي قضية إنسانية، أن يتوفر العلاج المناسب لأستاذ حسن وأستاذ عبد الوهاب دكتور السنقيس محمد سهوان وعشرات المصابين داخل المعتقل، داخل المعتقل. يا اتفاقية، اتفاقية جنيف للحرب، حرب حرب، لازم يتوفر العلاج إلى المصابين. هذا مواطن في اختلاف سياسي معه، مواطن عندك اختلاف سياسي معه. ما الدور أن يتعالج الأستاذ عبد الوهاب عند دكتور محمد، مدري دكتور حسن اللي يعالج عيون ماله من قبل؟ شو المشكلة؟ شو المشكلة أنه يروح يفحص عليه هذا الطبيب في مستشفى السلمانية تحت الحراسة مالتكم؟ أو جلية دكتورة فلان اللي كانت تعالج الأعصاب تحت الحراسة مالتكم، شو المشكلة؟ أهلهم بيدفعون فلوس، أهله بيدفعون فلوس، زين؟ أهله بيدفعون فلوس العملية، أهله بيدفعون فلوس. ما تعرفون ده أستاذ عبد الوهاب؟ قولوا لي هاك جوازك، سافر وأنت محكوم، خلص علاجك وتعال. ما تعرفونه ده يروح ويجي، قول له لا تجي، قال كلمة رجال ما يقدر. هذا ده بنتعامل بشكل جنتلمان، هاي الناس كذي. إذا ما قادر توفر العلاج في البحرين قول له سافر خلص علاجك وجي، يسافر خلص علاجه يجي. كنا نضمنه، نعرف أستاذ عبد الوهاب. الاعتقال ظالم، كل ما يجري على كل المعتقلين، على الأستاذ عبد الوهاب، على الأستاذ حسن محمد، كل هذا مسؤولية مباشرة على الدولة، على السلطة، على النظام، وما ينتج منها من تداعيات ينتج أيضا على النظام. هي المسؤولة عنه، هي المسؤول، النظام هو المسؤول عن ذلك. أذك صرخوا أهل النشمي، شقد صرخوا، شقد صرخنا على سادة حسن محمد سهوان وعدد آخر من المعتقلين. بعد كيف ما تكون النتيجة عندكم علم أن هذا بحاجة إلى علاج وما قاعدين توفرون للعلاج؟ المريض يجب أن لا يعامل بعقلية الخصومة، يجب توفير العلاج المناسب لهؤلاء. رسالة محرم لا يمكن حصرها ولا تنتهي، ولكن يبرز عنوان العطاء في محرم الحرام.
ونحن نقترب من هذا الموسم الإيماني يأخذ على نفسه الإنسان، شوف لما يقترب شهر رمضان يأتي عنوان التوبة والإقلاع عن الذنب وهذه العناوين ليوطن الإنسان نفسه على أن يحصل ثمرتها في شهر رمضان. جلالة القدر الغفر إليه، جلالة القدر عند نية ما يعود إلى الذنب. شهر محرم الحرام توطين النفس على رسالة الرئيسية العطاء، العطاء. والعطاء الذي قدمه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عطاء بلا حدود، عطاء بلا حدود. هو طبعا خيرة البشر في زمنه، لم يكن أحد يداني في السلسلة البشرية نعتقد، والاحترام للأنبياء قائم، ولكن نعتقد بأن محمد أكمل البشر. أفلح من يصلي عليه. ونعتقد بعلي بن أبي طالب يشكل التسلسل في هذا الكمال الإنساني، وفاطمة الزهراء والحسن والحسين، هاي الخمسة نعتقد أنهم كمال البشرية. في زمنه لم يكن إلا هو، فيعني أغلى ما كان، أغلى خلق الله. وعندنا معروف زيارة سميها زيارة وارث، ومعناها بسيط، بأن تمثلت الإنسانية في كمالها ونضالها من أجل الكمال في الحسين عليه السلام. ونبدي وارث آدم، ونمر على الأنبياء كلهم، ونمر على الرسول، ونمر على أصحاب أولي العزم، ونقول تمثلت في الحسين. أي فكرة الزيارة؟ تمثلت في الحسين. هذا يعني يضن به، هذا يحتفظ فيه، هذا كنز البشري. وإذا هذا الكنز البشري يأتي بفكرة العطاء بنفسه، بعياله، بأهله، بكل الصنوف، بالقاتل وبالسابي، واثنينهم ترى كل واحد أكبر من الثاني بالنسبة إلى هؤلاء، كل واحد أكبر من الثاني. الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام استمر في عملية البكاء وإبراز الأسى على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وما حدث في كربلاء، فيسليه أحد الشعراء أو أحد الأصحاب، قال القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. شوف الوجع الآخر للحسين أقدم عليه قاصدا في اصطحابه إلى النسوة، قال وهل سبي النساء لنا عادة؟ احنا قبل الإسلام بني هاشم سبوا نساءنا، حتى تجي الآن إلى سلالة رسول الله وتقدم للسبي. فتوطين النفس أيها الأحبة في شهر محرم، ونحن نقدم إلى شهر محرم، توطين النفس على العطاء بالجهد، هذا بسيط، أعطي جهدي بالوقت، بالمال، بالعيال والأهل، وهذا صعب، وبالنفس. هذه رسالة الحسين أو أحد رسالات الحسين الكبرى في هذا الموسم، في كل موسم، يعني في موسم عاشوراء. الإشارة الثانية إلى هذا المعنى، هذا العطاء ليس هروبا من الحياة، مو واحد مستمل من الحياة، واحد مضنوك، واحد ما عنده، لا. الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام إذا يتخلى عن الموقع المفروض عليه بصفة الكمال يعيش بالمعنى المادي، بالمعنى المادي يعيش مرفه. وتعرفون دهاء معاوية، وتعرفون دهاء هذه الأسرة. صحيح يزيد أحمق، ولكن أحمق لما صارت عليه التحديات. إذا الحسين ما بيواجه
ما بيعمل على الموقف التصحيحي اللازم في تلك اللحظة بيجيه العطاء وبيجيه الضياع وبيجيه شو اسمه. فالحسين غني حتى من غير ضياعهم، هو غني، هو غني الحسين بما لديه من أبيه وجده، وهو غني، وما له من حق هو غني. وعزيز المدينة وسيد المدينة، صفات الودح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط يجعله يعيش نوع من الملوكية المعنوية والنفسية في الأمة. حسين بعد، فالعطاء ليس تهور أو هروب من الحياة. أيضا العطاء الحسيني عطاء مدروس زمنا ووقتا، وقتا يعني نفس الشيء، مدروس في وقته ومدروس في كيفيته ومدروس في مقدماته. وسيرة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كانت واضحة. أكثر من مرحلة دعي الحسين للثورة أو للحركة العسكرية في قبال معاوية بعد أن أبرم الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. ما أقول الجهلة، لأن الذين جاءوا ناس من كبار الصحابة، من كبار صحابة رسول الله ومن كبار صحابة علي بن أبي طالب، وقالوا للحسين انقض عهد الحسن مع معاوية وانت إمام وهو إمام. والحسين بوعي العصمة والحسين لا يمكن أن يكون نقض لكلام إمام، مفروض الطاعة، فهذه واحدة. ولأن الحسين لو كان مع مكان الحسن لأبرم العقد أيضا بحسب عقيدتنا. ما بعد ما مات الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام جاءوا أيضا، وجاءوا بغيرة، دلين اللي يجون ما يجون، جاءوا بغيرة ورؤية. الآن خلاص الحسن مات، والحسن مات مسموم، بعد هذا صاحبه قتله، مو فقط ألغى العقد وحطه تحت قدمه كما قال، وإنما بعد قتل الحسن. فأنت امسك الموضوع وأثور عليه، قال ابقوا في بيوتكم حتى يأذن الله، حتى يأذن الله. فالحسين حتى يثور هذه الثورة قاعد يترقب على الأقل 20 سنة، ومن حول ضغوطات إلى أن يثور، ومن حول ضغوطات إلى أن يحمل سيفه. فهو نوع من التربص والانتظار إلى الوقت المناسب والتخطيط إلى بما يتمكن فيه الإمام من التخطيط. شوفوا هجرته من مكة إلى المدينة، شوفوا كلامه في من المدينة إلى مكة، كلامه في مكة، رحلته في كل المحيط، مجادلته مع الحر، كلها تنم عن هذا النوع من الرؤية والتخطيط لهذه الرؤية. العطاء الحسيني مربوط بالله سبحانه وتعالى، مربوط بالله سبحانه وتعالى بطلب رضاه. ليش؟ قال أصحح دين جدي، أبحث عن رضا ربي. هاي ليكن أيها الأحبة استعدادنا لهذا العطاء على هذه القيم. وتسمعون إن شاء الله من الخطباء أفضل مما تحدث كثيرا، وسمعتم أفضل مما تحدث، ربط العطاء بالله سبحانه وتعالى، إخلاصه لله سبحانه وتعالى، بذل الجهد في تحين وقت هذا العطاء ونوعه وكيفيته وزمنه ومقدماته، وتوطين النفس على العطاء لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا اصحاب نظرية مسلمين وحتى الأديان الأخرى، ولكن الإسلام حطها في صيغتها النهائية، ربط الدنيا بالآخرة وجعل لهذا النوع من العطاء قيمة، قيمة كبرى على مستوى الدنيا تصحيح حياة الناس وإسعاد الإنسانية، وعلى مستوى الآخرة الذي يضحي لله
لله ينتج هذه التضحية سعادة أبدية، تنتج سعادة أبدية له وينتج سعادة أبدية إلى ما شاء الله ممن يشفعهم فيه. نقدم على محرم ونحن نعيش الثورة، والثورة في أحد معانيها امتداد لثورة الحسين، بمعنى المطالبة بالحق، المطالبة بالكرامة، رفض الظلم، هذه المعاني الكبيرة التي تستمد منها ثورتنا اليوم وتنطلق منها، وتشوفنا طبيعيين نقول هيات منا الذلة ولن نركع إلا لله، وغيرها من المعاني التي جسدتها ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الحسين عبرة مصيبة نتأسى بها، نبكي على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ونعالج بها قضايا الواقع، ويدمعنا أحياء الثورة الرئيسي. فالخطباء الرواديد الشعراء عليكم أن تمازجوا بين هذين الواقعين، بين واقع الإحياء، فلا بد من الإحياء الذي يحضر قضية الحسين وما تعني قضية الحسين وامتداداتها ودلالاتها وإحضار الدين وإحياء الدين بالقرآن، بشرح القرآن، بشرح المواضيع الأخلاقية، بشرح المواضيع الاجتماعية، بما شابه من أمور، وشعرانا أيضا ورواديدنا ومواكبنا. وفي نفس الوقت لا يمكن أن تغمض ثورة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عن قضايا الأمة وعن قضايا الوطن، ما تصير، ما تناسب. حسن مو محنط، ما مات الحسين. الحسين موجود في كل موقعة فيها حق وباطل، يستنهض أهل الحق، يقف في وجه أهل الباطل. معنى يعني قيمة، حسين معنى رمز قيمة. فاحضروا أيضا حقنا في خطاباتكم، في مواكبكم، ما تحولونها لمسيرة سياسية، مسيرة سياسية لها مكان آخر، ولكن ما يصير تغفل هذه الثورة وشهدائها وتضحياتها وأهدافها، لا، بهذا النوع من التوازن علينا أن نحضر هذه الثورة. اللهم ارحم شهدائنا الأبرار، فرج عن معتقلينا، شافي جرحانا، أعد المغيبين والمهجرين والمطاردين إلى أهلهم وأوطانهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ارزق أهله من الثمرات والخيرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.